خاصة بعد تهميش العقود هي على أرض الواقع للقاسي والداني وذلك نحو الجمهورية الجديدة. وشهدت محافظة مطروح النصيب الأكبر من المشروعات القومية ومن القطار السريع وإقامة مدينة العالمين الجديدة وتطوير منفذ السلوم البري والانتهاء من طريق الدولي الساحلي وغيره ومشروعات إضافية العديدة ومشروعات الجري التي تنفذها على أرض المحافظة ومنها ميناء جرجوب النجيلة ومدينة رأس الحكمة الجديدة التي يصل الاهتمام بها السياسي إلى واحد سيوة بإنهاء مشكلة الصرف الصحي الزراعي التي عانت منها واحد سيوة أكثر من 30 عاما وتم حلها. لابد من رد الجميل واستكمال تلك الإنجازات والنزول بحشود من جميع أبناء وطوائف مطروح في الانتخابات الرئاسية المقبلة للسيد الرئيس لاستحقاق النشر التواجد بكثافة والاستحقاق للقائد الرئيس أن تكون مطروح من أكبر نسبة التصويت المشاركة الانتخابية. فالدعوة لكل أبناء وطوائف المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئيس لممارسة حقها الدستوري وتكون جايبة وقوف خلف القائد وفي وقت جاء تكون في مصر من بناء والدعوة قائدها ورئيسها عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف التي تمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وفي عهد السيد الرئيس السيسي أصبحت مطروح في عقل وبؤرة اهتمام القيادة السياسية. دعونا ننظر إلى الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة. طرق غير مسبوقة للقاهرة والطريق الساحلي، طريق سيوة الخرساني، الطرق الداخلية للقرى والنجوع، ميناء جرجوب ومطار العالمين، وكذلك منفذ السلوم البري، إنشاء مدارس ومعاهد أزهرية. الإنجاز العظيم، ولأول مرة جامعت مطروح بكلياتها المتعددة، المنظومة الصحية والكل يدرك ذلك، تحلية مياه البحر، مدينة العالمين الجديدة، وإنشاء القرى البدوية. الإنجازات كثيرة، وبإذن الله سنقول كلمتنا جميعا ونذهب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات يشرف عليها القضاء المصري الشامخ لنقول نعم للأرادة الحرة والإنجازات، ولكي نجني الثمار نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.